صباح الخير. نهار اليوم تسود أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، في حين تسود أجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس مستقر غالبا صافي 22 درجة مئوية، الملموسة 21، رطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نستعرضها بهذه الخرائط. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 18 إلى 9، عرعر 17 إلى 10، تبوك 19 إلى 10 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، جدة 30 إلى 22، المدينة المنورة 26 إلى 15، مكة المكرمة 31 إلى 20، والطائف 22 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 17 إلى 9، أبها 18 إلى 9، وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 24 إلى 14، حفر الباطن 20 إلى 12، والإحساء 24 إلى 12 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، الرياض 22 إلى 11، بريدة 13 إلى 9، وحائل 17 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.